قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. يسرنا أيها الإخوة يكون معنا ضيفنا الدائم، ضيفنا الكريم، الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءة والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة تخصص في مكة، الذي نأنس ونسعد بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أيضا نرحب بكم، أنا محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، وسوف تستمعون أيها الأحبة في ثنايا هذه الحلقة إلى أرقام الاتصال لأخذ مشاركاتكم ومداخلاتكم في ثنياها. أيضا من أجل الإجابة على سؤال الحلقة الذي طرحه شيخنا في اللقاء الماضي حول وزن كلمة نكتل، ما هو وزن كلمة نكتل، نود الحقيقة منكم التفاعل والمشاركة حول هذه الكلمة وما يعني يعرض لكم فيما تستمعون إليه في هذا اللقاء. في هذا الدرس إن شاء الله سوف يكمل شيخنا ما بدأه في سورة الطور، ولعلكم تكملون الشيخ عبد العزيز الآيات التي تبقت أو ما يمكن أن تأتون إليه إن شاء الله في هذا اللقاء مما تيسر من سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. كنا شرعنا في الآيات التي جاءت في ذكر نعيم المتقين وما أعد الله تعالى لهم من نعيم مقيم، وهذا السياق افتتح بقول الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، وفرغنا من هذه الآية وانتهينا إلى قول الله تعالى فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه المادة التي هي الفاء والكاف والهاء مادة تدل على التلذذ والتنعم وإحداث الفرح والسرور بالنفس، ومادتها غزيرة وألفاظها كثيرة، و الفاكهة في الأصل هي فاكهين من الفاكهة، والفاكهة تطلق على كل ثمر لأي شجر، لكل ثمر لأي شجر، لكل ثمر يتفكه به، أي لكل ثمر يطعم، فهذا يقال له فاكهة. وقد أخرج بعض العلماء التمر والرمان من الفاكهة، لأن الله تعالى قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، والحق أن هذا ليس من هذا الباب، بل هو من باب عطف الخاص والعام، إلا أنه يجب على أو ينبغي للباحث والمفسر أن يبحث عن النقطة التي عطف فيها الخاص على العام، لأن هذا أسلوب عربي معروف، وغالبا ما يكون وتكون الغاية من ذلك الاهتمام والعناية ولفت النظر إلى أن
هذا الذي عطف عطفا خاصا على العطف العام أن له مكانا وشأنا وأن له ميزة خاصة. والظاهر أن في عطف النخل على الرمان ها هنا أن التمر ليس مجرد فاكهة، بل هو كما قال ابن القيم هو فاكهة وحلوى وغذاء، فالإنسان يتغذى به، وهو أيضا يتحلى به، فهو حلوى أيضا وهو فاكهة، فاكهة وحلوى وغذاء، وكذلك التين أيضا، والرمان هو فاكهة وهو أيضا دواء، فإنه يتداوى به بكثير من الأمراض، خاصة ما يتعلق بالمعدة وما يتبعها، فإن في لبه وفي قشره وفي مائه وفي جذره دواء. سبحان الله. نعم. والذي قال هذا القول أخذ به أبو حنيفة رضي الله عنه، فاستدل بهذه الآية على أن من حلف أنه لا يأكل فاكهة فأكل تمرا أو رمانا لم يحلف، لأن التمر ليس بفاكهة على ما قاله من قاله من السابقين، وهو قول شاذ. واستدلال أبي حنيفة قد رد عليه العلماء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا علق الراغب على هذا، قال كأن قائل هذا القول نظر إلى اختصاصهما بالذكر وعطفهما على الفاكهة في هذه الآية. وقد بحث الأزهري في هذه المسألة ورد على من قال هذا القول برد طويل، وقال هذا فيه دليل على أن من قال هذا القول لا يعرف لغة العرب، وقد خسى في هذه الكلمة، فإن الذي يعرف كلام العرب قد يقول قولا ولكنه يخطئ فيه. وقال إن من قال مثلا إن جبريل وميكال ليس من الملائكة، لأن الله تعالى قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال كما نعلمهما من الملائكة، وقد ذكر الله الملائكة في الآية ولكن عطفهما هنا، قال فمن قال إن جبريل وميكال ليس من الملائكة فهو كافر. ولا ريب أن من قال ذلك هو كافر، لكن بدليل آخر أيضا، لأننا عرفنا بأدلة كثيرة أن جبريل وميكال هما من الملائكة، لكن لو لم يرد في القرآن إلا هذه الآية ولا نعرف أحوال الملائكة، فإن من قال بهذا لا يقال عنه كافر. وقال من قال إن النخلة والرمان ليس من الفاكهة لأن الله تعالى قال فيها فاكهة ونخل ورمان فأفردهما، فإنه جاهل، أن هذا خلاف المعقول وهو خلاف لغة العرب. ورد عليه أيضا مدلع القاري، وهو أيضا متعصب، يعني فيه نوع عصبية أو نوع تعصب مذهب أيضا، حتى إنه قال مرة إن أكثر أهل الجنة من الأحناف بمعادلة اجتهد فيها، وقال إن أكثر أهل الأرض هم على مذهب أبي حنيفة، وهم مسلمون والمسلمون يدخلون الجنة، فإذا كانوا هم الأكثر فهم أكثر أهل الجنة، ولكن هنالك أهلون للجنة قبل أن يكون هذا المذهب. نعم صحيح. والله أعلم بما سيأتي أيضا. والمذاهب الثلاثة الأخرى أيضا لهم باع كثر بعده أيضا، مثل هذا في الحال من المبالغات والهفوات التي يقال فيها العلماء من الإقالة. نعم. فورد على ذلك وقال إن هذا
صحيح عقلا ونقلا ورد كلام طويل لا نحتاج إليه. ومثل هذه المسائل من العجيب أنها مبسوطة في بعض كتب اللغة ومن ذلك شرح القاموس، فيجد الإنسان أحيانا بعض المسائل اللغوية أو التي ينبني عليها حكم شرعي يجدها في كتب اللغة وقد لا يجد مثلها في كتب الفقه نفسه. ومع ذلك بعد أن أطال شارح القاموس في هذا الكلام نقل عن شيخي أنه قال إن التعرض لهذا من الفضول الزائد على الأبواب والفصول، وقال هو الشارح وقد أنصف شيخنا رحمه الله تعالى وسلك الجادة وما اعتسف وإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. على كل حال هذا هو معنى الفاتحة، والفاتحاني الذي يعني نسمع في مصر يقولون الفاتحاني، هذا إطلاق عربي صحيح، وهو صاحب الفاتحة أو بائعها. الفاكهاني. طيب يصح يا شيخ أن نطلق الفاكهة على الخضار أو الخضار تكون بمعزل عن الفاكهة؟ لا الخضار ليس من الفاكهة. الفاكهة المعروفة التي نعرفها الآن التي نطلق عليها لفظ الفاكهة هي الفاكهة التي يصدق عليها هذا اللفظ من حيث اللغة العربية. ولا يقال كل الفاكهة شيخ من طعمها حلو، يعني الزيتون لا يدخل فيها شيخ أو الليمون والبرتقال هو من الفاكهة أيضا. الزيتون مثلا عندك الليمون مثلا الليمون ليس من الفاكهة. لماذا؟ لحموضة يعني وليس محل التفكر. وكذلك الزيتون حامض يا شيخ. لا الحموضة هذه جاءت منا نحن يعني وضعنا فيه الخل ووضعنا فيه الملح ونحو ذلك، ولوه الأصل هو فاكهة من الفواكه. كذلك الأفوكادو مثلا فاكهة ليس فيها حلاوة ولكنها فاكهة يتفكه بها، والعرف له أثر في الاستعمال اللغوي أيضا. كل ما يتفكه به سبحان الله. طيب يعني هو الذي ضابط الفاكهة أن يعني الإنسان حينما يأكل الشيء يعني يجد راحة وينعكس ذلك على سرير وجهه يتفكه وينبسط، لكن من امتص الليمون يقبض أسانه وجهه. صحيح يقشعر بدنه من الليل. نعم قال سيبويه لا يقال لبائع الفاكهة فكاه كما يقال لبان ونبال ونحو ذلك، لأن هذا الأمر يعود إلى السماء، لكن يقال له فاكه كما يقال تامر ولابد. تامر يعني باع التمر. نعم واللابد كذلك. والمفكه أو التفكيه هو الاتيان بالفاكهة، والفاكهة أيضا تطلق على الحلوى على التشبيه، فاكهة أيضا على التشبيه هذا من المجاز. ومن المجاز أيضا الذي توسع فيها الفكاهة التي هي الطرفة، ويقال فكههم بملح الكلام تفكيها إذا أطرفهم بها، والاسم الفكيهة كالسفينة، والفكاهة أيضا قال فكاهة وفكيهة، فكاهة يعني طرفة يتفكه بها وتضاحك منها. والرجل الفكه هو الذي يحدث صاحبه بما يحبهم، والتفاكه والتمازح، وفاكهه مازحه. ويطلق أيضا التفكه على التندم، وغالبا من يضحك كثيرا يندم أو يحصل له شيء من الانقباض بعد أن يعني بعد أن يسر، ولهذا قوله تعالى فظلتم تفكهون، قال بعض العلماء إن معناها تندمون، وهو قول في أو معنى في لغة من اللغات عند أهل الشنوة. والتفكه أيضا التمتع، تفكه بالشيء تمتع، وتفكه
أيضا تجنب الفاكهة، تجنب ابتعد عن الفاكهة، إلى أن هذا من الأضداد، قال تفكها بالشيء وتفكها عنه. والأفقوه والأفقوه الأعجوبة والفاكه الناعم وهكذا، ورجل فيكهان طيب النفس مزاح ونسوة فكهات طيبات النفوس، وهكذا كل ذلك يشهد لسعة اللغة وعبقريتها والتصرف في ألفاظها ومعانيها. الحمد لله. ولكن كل ذلك ينطلق من معنى التمتع والتلذذ ونحو ذلك كله، حتى لو كان يعني أطلق على الضد، فضد ضدية هي العلاقة. وإعراب هذا اللفظ في فاكه، من ذكرت أظن أن هناك من قرأ فاكه. نعم. وعلى كل حال هي حال، هي حال. نعم. من المتقين، إن المتقين في جنات ونعيم، حالة كونهم فاكهين، وقرئ فاكهون على الرحم. ثم قال سبحانه: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، أي بالذي آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم هذا يصح أن يكون يعني معطوفا على الصلة، يعني فاكهين بإيتائهم ربهم، بإيتائهم ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. طيب. نعم. يكون معطوفا على هذا. وقال بعضهم إن هذه الجملة التي هي وقاهم هي حال، حال يعني فاكهين بما آتاهم ربهم، حالة كونهم ذوقوا عذاب الجحيم، أي أو وقد وقاهم الله عذاب الجحيم. لأن مثل هذه اللفظة التي هي مبدوءة بفعل ماض قبلها واو، يقدر فيها قد قياسا عندهم، فالمعنى وقد وقاهم، فاكهين بما آتاه ربهم وقد وقاهم، حالة كون الله قد وقاهم عذاب الجحيم، أو حالة كونهم قد وقوا عذاب الجحيم، لأنه الحال يأتي من الفاعل ومن المفعول. طيب. وبعضهم قال إنه معطوف على في جنات، يعني إن المتقين في جنات ونعيم، وهم إن المتقين في جنات ونعيم، يعني إن المتقين مستقرون في جنات ونعيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذا قول اختاره الزمخشري، وقرئ شذوذا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، من وقى يوقي، وتلك من وقى يقي، والأمر منه قي، وهذا من الأفعال التي هي من اللطيف المفروق، التي إذا جئنا فيها بالأمر فنأتيه إلا بحرف واحد على وزن عي. ويمكن أن يكون سؤالا اليوم، نعم، أن يكون هذا سؤالا يعني. فنقول في وعائي عي درسك يا زيد، ووزنه عي، عي على وزن عي، ويكتب حرفا واحدا الشيخ، أو حرفا واحدا عند حين يكون وحده لابد من أن يؤتى بها استك، وحين يكون مع كلام آخر لا حاجة إلى استك لأنه لا استك. نقول عي درسك، وعي درسك، عي بالياء يا فاعل، وعو درسكم، وعين دروسكم، وهكذا، وعي المثنى، وهكذا قي. وقال في القرآن قوا أنفسكم، قوا، هذه كلمتان قاف والواو، يعني فعل، قوا فعل وفاعل. وهكذا في وفاء أيضا، في ولي ودي ودا. قال الشاعر: ديار ميت من أمسى أخا وله. اجتهد في إعرابها أبا حمزة. ديار ميت،
ديار ميت أن أمسى أخا وله، ديار ميت. هذه الدال من ودع يدي دي، يعني دي ادفع الدير. طيب. والمرأة اسمها رمية، ويا حرف نداء، دي يا رمية. هذا لغز يا شيخ. ايه لغز طبعا. ايه من مفعول به، دي يعني ادفع الدية يا رمية، من امسى، من امسى اخا وله. ما شاء الله عليك. ايه نعم نعم. في قولك شيخ ووقاهم او ووقاهم، بينهما فرق من حيث المعنى اقصد؟ طبعا التفاعل فيه زياده معنى، زياده معنى، فعل وفعل، لكن اولا التخفيف هذا دليل على السهوله، وهو دليل على القدره، لان الله تعالى وقاهم بادنى شيء خلاص. واما وقاهم فهو ايضا فيه تطمين لهم، هذا بالنسبه للعبد، يعود يعني التفعيل بالنسبه للعبد، ان الله تعالى وقاهم. والعرب تعرف ان هذا الفعل فيه معنى التفاعل والزياده والتكلف، فهو اقوى من ذلك، ولكن لا حاجه الى هذا، وهي قراءه شاذه، وقراءه الجمهور هي الامثل وهي الاسهل، والمتكلم ها هنا هو الله، والواقع ها هنا هو الله والذي يتقيهم. اي نعم. وقاهم ربهم عذاب الجحيم، فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فاعاد لفظ ربهم، يعني لفظ ربهم اعاده مره اخرى، وكان المقتضى الظاهر أن يقول فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، ولكن عاد هذا لما يعني نحن حينما نقرأ هذه الآية نجد في هذا اللفظ، وهو تكرير أو إعادة لفظ ربهم في هذا المكان، نجد التذاذا آخر أيضا، ومعنى آخر للآية، وتطمينا آخر، مع أن المعنى يأتي من غير هذا، ولكن لفظ الرب في هذا المكان أيضا له زيادة معنى وتطمين للإنسان، وفيه أيضا تذكير بهذه النعمة، لأنهم ولله الحمد والمنة في هذه الجنة يعيشون فيها أو يحيون فيها بلا خوف من عذاب ولا موت ولا مرض ولا داء ولا عناء ولا نفاد، وليس أيضا هنالك من يمن عليهم، حتى المولى سبحانه وتعالى لا يمن عليهم في الجنة، وإنما المنة لله تعالى عليهم في الدنيا إذ هداهم إلى الإسلام وهداهم إلى الإيمان، وأما في الجنة فليس فيها إلا الجنة، ليس فيها شيء آخر، وليس فيها إلا النعيم المقيم، فهم يأكلون فيها ويشربون بلا داء ولا عناء ولا موت ولا نفاد ولا شيء من هذه الأشياء، ولا خوف ولا حزن، وإنما هذه الأشياء تكون في الدنيا، وهي من الأشياء المنغصة، فقد يتناول الإنسان أفضل لقمة يحبها ويقربها إلى فيه، ثم يتذكر بعد ذلك شيئا من المنغصات أو شيئا من الأحزان أو شيئا مما يخافه في المستقبل، فينغص ذلك عليه عيشته، أما الآخرة فهم في عيشة راضية، ليس فيها شيء من هذه الأذايا ولا البلايا ولا الرزايا ولا المنغصات ولا هذه الأمور التي تكدر على الإنسان خاطره ونفسه وعيشته. الله مستعان، الحمد والمنة. فعلى كل حال هذه الإعادة في إعادة لفظ الرب في هذا المكان هو من باب وضع الظاهر موضع المضمر، ولا يوضع الظاهر في موضع المضمر إلا للطيف، وقد بينا هذا وأشرنا إلى هذا مرارا في القرآن الكريم، وهو كثير جدا وقد يشكل في بعض المواضع، وذكرنا بعض المشكلات وتعلنا أدنى ذلك مرتين. نعم خير إن شاء الله. نعم. إذن هذا معنى قوله وقاهم ربهم
عذاب الجحيم. الجحيم من أسماء النار أعوذ بالله تعالى منها، وتسمى جهنم، ثم لظى أيضا والسعير والهاوية. وهذه المادة، مادة الجيم والحاء والميم، تدل على معاني، منها التأجج يعني والاحتراق، ومنها الكف، ويمكن أن يوصل بشيء من التكلف على أن المعنى يعود إلى الكف، كف الشيء يعني كف الإعراض عنه، وذلك أن من قرب من النار فإنه يكف عنها ويبتعد عنها، فيقال باللغة العربية أجحم عنه، أجحم عن الشيء، أجحم إجحاما على أنه كف، قل أجحمت عن كذا وكذا. أجحم شيخ أو أحجم؟ أجحم وأحجم كلاهما صحيح، وهما من الأضداد أيضا، لأنه قال أجحم فلان بمعنى دنا من الشيء، وأحجم فلان أي دنا من الشيء، وبمعنى أيضا كف عنه. أجحم وأحجم هما فيهما قلب مكاني، مثل جذب وجبذ، وأيس ويأس، واضمحل وانضحل، وهكذا وكفى. نعم، كلمات كثيرات في هذا الباب. يعني بذكركم الشيخ جذب وجبذ، كنت نتساءل بيني وبين ذاتي في هذه الكلمة منذ مدة، وأنتم أجبتم الآن عليه، جزاكم الله كل خير. نعم طيب. النار الشديدة يقال لها أيضا الجحيم، وبعضهم خصها بالنار التي العظيمة الشديدة التأجج، التي تكون في مهواته، في مهواه يعني في حفرة. ويقال إن النار التي أوقدها قوم إبراهيم لإبراهيم كانت كذلك، ولهذا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ابنوا له بنيانا فألقوه، يعني يلقونه من فوق البنيان في الجحيم الذي هو في قعر ذلك البنيان. نعم، لكن كان كيدهم الأسفلين كما قال الله، فجعلنا نعم فكانوا خاسرين، وكان كيدهم في أسفل ساحلين كما ذكر الموت. والمكان الشديد الحر يقال له الجاحم، ويقال جحم النار بمعنى أوقدها، فجحمت وجحمت، أيضا جحما كفرحا فرحا، وجحما أيضا وجحوما بمعنى اضطربا. والجاحم الجمر الشديد الاشتعال، والجوحم الورد الأحمر، هذا من باب التشبيه، قال الورد الأحمر جوحم لأنه يكون كالجمرة الجاحمة. سبحان الله، صحيح فيها شبه. نعم صحيح. نعم، والجحام داء في العين أنه يجعلها حمراء، والجحام وهذا من الغريب البخيل. نعم، وهو نعم قالوا إنه مأخوذ من جحم الحرب، وهو ضيقها وشدتها، ضيقها وشدتها، ويعود إلى الأصل، لأن أصل من كان في نار أو كان حول نار حارة تلفحه فإنه يكون في ضيق وشدة. نعم، يمكن يا شيخ أن يستحدث المتأخرون معنى من المعاني ويلصقونه بصفة من الصفات، كما ذكرتم أنه البخيل جحام، وهنالك من يقول مثلا عبارة جلدة، وجلدة يعني جلدة معروفة بأن ما يوضع في أدوات أو كذا للاستعانة بها في أي، ولكن تقال على البخيل أيضا مثل هذه الكلمة، وهي غير موجودة في عند السابقين في الأصل. نعم، هذا من التشبيه أصلا، مسألة التشبيه هذه لا حدود لها ولا نهاية لها ولا تنتهي إلا بانتهاء الزمان أو انتهاء الحواس، عند الأولين والآخرين. ها نعم، فمفتوحة
ولهذا هو مرده إلى البلاغة، والبلاغة تتسع بتاع الزمان والمكان والناس والخيال. الحمد لله. بخلاف الألفاظ المحدودة أو النحو، قواعد النحو، قواعد النحو قواعده معروفة، فلا تتسع كما يتسع العلم البيان بأنواعه، أو علم البيان والمعاني والبديع، وخاصة البديع، وخاصة أيضا البيان، لأن التشبيه من البيان. نعم. ربما يكون تكون المعاني محصورة يتعلق بالمعاني، لأن المعاني هو علم، هو الإسناد الخبري يعني والإنشاء والخبر والقصر والإنشاء والفصل والوصل، وهذه من يعني تعتبر من المعاني. أما ما يتعلق بالتشبيه والكنايات ونحو ذلك فهذا من البيان. والبديع نوع من زخرف القول، مثل المعاني هو مثل البناء البيت الأساس يعني. والبيان مثل التشطيب كما نقول التشطيب. بعد ذلك الزخرفة التي تأتي بعد ذلك تعتبر من البديع. يا سلام. نعم. هذا تشبيه جميل يا شيخ. تقريب للمعنى. تقريب للمعنى. نعم. 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 طيب. وهكذا هذه المادة أيضا ترى وفيها كلام كثير، من أراد أن يتفقه في لغة العرب ويعرف لو شيئا من ساعتها. خير إن شاء الله. طيب لعلكم شيخ أن تأذنوا بفاصل قصير ثم نكون إن شاء الله وإياكم هذا الدرس إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. نداء الإسلام خير نداء وصوت. تواصلوا معنا على الأرقام التالية 012-64-77-117 أو 012-64-93-08. أضواء البيان، تحليل وتدقيق للغة العربية بكل تفاصيلها وقواعدها وأوجهها. حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى البرنامج أضواء البيان مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. حياكم الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى. مرحبا بكم. أهلا بكم. توقفت من شيخنا عند قول الله عز وجل فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، الآية 18 من سورة الطور. لعلكم تكملون شيخنا بارك الله فيكم. إذا فرغنا من قوله تعالى كلوا واشربوا فاكهين بما آتاه ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ثم قال المولى سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك، يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا لا تنغيص فيه ولا أشقة ولا وليس فيه خوف من مرارة أو من أذى أو من قلة نضج أو زيادة نضج بالغة، ليس فيه شيء من هذه الآفات التي تكون في الدنيا. والفعلان هنا مسلطان على معمول واحد وهو المصدر، لأن المعنى كلوا واشربوا أكلا وشربا هنيئا، أو كلوا واشربوا هنيئا يعني طعاما هنيئا. الطعام قد يطلق على هذا وهذا، على الأكل والشرب، أنه يطعم كما قال سبحانه ومن لم يطعمه فإنه من، فيقال عن أيضا الماء عن الماء إنه يطعم، فيكون الفعلان مسلطين على معمول واحد، ويكون هذا من باب التنازع في اللغة العربية، والتنازع أن يتنازع عاملان في معمول واحد
وهذا أمر معروف في الواقع وفي الفقه وفي المحل في الأشياء المحسوسة. وقد يأتي شخصان ويتنازعان شيئا ويقول هذا لي وهذا لي. كذلك كل مسائل النحو لها صور موجودة في الحياة في المحسوسات. فيأتي مثلا هنا عاملان وكل واحد يقول هذا لي وهذا لي. ولهذا اختلف البصريون والكوفيون في هل العامل هو الأول، يعني حينما تقول قام وقعد الزيدان هل العامل هو قام أم هو قعد، هل الفاعل هذا للثاني أم للأول. فاختار أهل البصرة اختاروا أن العامل هو الثاني كما قال ابن مالك، والثاني أولى عند أهل البصرة. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة أو أسرة في روايتان. الكوفيون اختاروا أن يكون هو الأول، وهذا ممكن حتى عند القاضي أن يحكم للأول لمن مثلا وضع يده على الأرض. عندنا رجلان أحدهما وضع يده على الأرض وأحياها وكان هو الأول، وآخر كان بجوارها يعني شافعا لها أو كان ملاصقا لها، وادعى جاء رجلان فقال أنا أحيته، وقال أنا كنت أقرب إليها من قبل وكنت ساكنا بجوارها. نعم. فهنا يحتاج إلى قاضي النحوي حتى ينظر في هذا الأمر. يا سلام. نعم. وأنا ذكرت في زبدة الألفية بيتا جمعت فيه القولين، واخترت أيضا قولا آخر وهو وأعمل الأول إن تنازع فعلاني والبصري ذا عندي ما، وأعمل الأول إن تنازع فعلاني والبصري ذا عندي ما، يعني كلاهما يشتركان في العمل. فهذا الفاعل وفاعل لهما معا، وما المانع من ذلك؟ فيمكن أن يشرك بين المدعيين في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال هذا ليس حكما قضائيا، ولكن كل حالة ولها لبوس. نعم كل حالة ولها حكمها. نعم. بحسب ما فيها، لكن هذه الأشياء مما تؤير الإنسان على النظر. وهذا تأكيدا لما ذكرتم شيخنا في بادي هذه الحلقات من هذه الدروس المباركة، من أن اللغة العربية مفتاح لما يمكن التوصل إليه من حكم شرعي. لا الحمد لا لله. هي كذلك. نعم. إذن المعنى كلوا واشربوا أكلا وشربا هنيئا، أو طعاما وشرابا هنيئا كما ذكرنا، أو طعاما هنيئا على أن الطعام يطلق على الأمرين. والهنيء كل ما ليس فيه مشقة ولا تعب، ويقال في اللغة العربية هناه الطعام ومرأة. فإذا أفردت مرأة تقول لأنه هي مرأة هو مثل الإتباع، فإذا أردت أن تعبر عن أنه مرأة فقل أمرأه. إذا أردت أن تعبر عن ذلك من غير أن تقرنه بهنأه فقل أمرأه، لأن الهمزة جيء بها، لأن ترك الهمزة بهذا إنما كان للمشاكلة، وإلا في الأصل أمرأه فتقول هنأه ومرأه. فإذا ذكرت الإمرأة وحده تقول أمرأه. هذا هو الذي نص عليه العلماء، ويقال هنأني وأحناهني، بعضهم نقل أيضا هذا ومرأني وأمرأني، يعني بعضهم لم يشترط هذا الأمر. وفي اللغة العربية أيضا يقال هنأت البعير أهنأه وأهنئه، بمعنى أنني طليته بالقطرات كما قال الشاعر، كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. يقال جاء في الحديث أنه كان يهنأ ويبل الصدقة في الحديث. فنعم فيبقى في معروف القطران، يعني أن الإنسان أحيانا إذا يعني مسه أو شيء يلتصق به، مثل الطلاء الذي هو البويا الذي نعم. هذا نوع من الطلاء.
مأخوذ من النبات أو الشجر. نعم. هذا أخذ بعض العلماء من هذا أن المرأة إذا أصابها شيء من الطلاء الذي يكون على الأظافر أو شيء فإنه لا يؤثر فيها, لا ليس فيه شيء, وهي محل خلاف بين العلماء, لا نحتج في هذا. طيب. والحاصل أن هذا هو معنى قوله سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, أي بسبب ما كنتم تعملون. فالباء ها هنا السببية, وهذا الدخول هو لرحمة الله تعالى, لكن الجزاء الذي يكون في الجنة على درجات على حسب أعماله. فالله تعالى يدخل الناس الجنة برحمته سبحانه, وإلا فإنه فإننا لا نستحق شيئا من ذلك على أنه واجب على الله تعالى, فإنه كان يمكن أن يخلقنا وكفى, ثم بعد ذلك يميتنا ولا يكون هذا الجزاء الذي أعده الله تعالى لنا. ويمكن أيضا أن يكون الجزاء على حسب أعمالنا فقط, أو على حسب أعمالنا وحسب, ولكنه لم يكن كذلك, بل جعل هذا الأمر خالدا أو مخلدا إلى الأبد. يعني الناس يكون فيها مخلدين خلودا أبديا سرمديا لا نهاية له. وكان يمكن أيضا أن يكون من حيث المكان كل على قدره, فإن الإنسان لو أعطي بيتا مثل بيته في الدنيا مثلا, مثل داره في الدنيا, لكان ذلك أيضا وافيا بذلك الجزاء. ولكنه أعد للناس وأعد للمؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض, حيث إن أقل الناس جزاء في الجنة له مثل هذه الأرض 10 مرات. وهذا نعم, وهذا من قول الله تعالى: وسعة ملكه وسعة رحمته ونعمته سبحانه وتعالى. حسنا, هنيئا هنا يا شيخ إعرابها مثل إعراب فاكهين حالة كون. نعم, أيضا هي حال. نعم. طيب. نعم. أو ما نعم, أو مصدر مصدر. يعني كلوا واشربوا يمكن أن يكون حاله, يمكن أن يكون وصفا لمصدر. إذا قلنا أكلا هنيئا فهو صفة لمصدر محذوف. صحيح. نعم أكلا هنيئا. طيب, لعلكم تعذرون الشيخنا بشيء من الاتصالات, ثم نأتي إلى يعني ما يمكن أن نأتي إليه من فوائد المجمع اللغة. ولدينا قرار أيضا صدر إن أمكن أيضا أن نجد ومن له. ذلك القرار. نعم. نعم. طيب. مدثر, وقبله أظن الأخ عبد الله سعود. حياك الله يا عبد الله, تفضل. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ حالكم طيبين؟ حياكم الله. ودي أجاوب على سؤال الحلقة الماضية. طيب, وزن كلمة نكتل. نعم نعم, أنا في بداية الأمر والله حصل لي لبس, كان الجواب عندي نفعل. طيب. فذكر أحد الأخوة كلام الشيخ الإسلام ورجعت إليه في مجلد 12, ويقول رحمه الله: وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك, لكن يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصل والزائد. ولهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن نكتل فقال: نفعل. وضحك منه أهل التصريف, ووزنه عندهم نفتل, فإن أصله نكتال, وأصل نكتال نكتيل, تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا, ثم لما جزم الفعل سقطت كما نقول. مثل ذلك فيه نعتدي ونفتدي, من اعتاد يعتاد, واقتاد البعير يقتاده. هذا ما لدي من ما شاء الله عليك. ما شاء الله, أحسنت أخي عبد الله, بارك الله فيك. تصححون شيخنا؟ نعم, هو كما قال, لكن مو نكتيل, نكتيل أصلها ثم قلبت بعد ذلك ألفا ثم حذفت بعد ذلك وأصبحت نفتل على وزن نفتل, لأن العين حذفت أصلها نفتيل ثم حذفت العين فصار الوزن نفتل كما قال. شكرا له, جزاك الله خيرا. حياك شيخنا. طيب, أخونا مدثر, حياك الله يا مدثر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. أنا عندي سؤالين. الأول سؤال الأول
ربنا قال خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. هل ده الآية دي على غرار إنه لا يقولون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ يعني نحن عارفين إنه يوم القيامة السماوات والأرض حتزول، فهل ده يعني إنهم ما حيطلع من الجنة وديك ما حيطلع من النار لأنه الأرض والسماوات زالتا؟ هو قال ما دامت السماوات والأرض هم زالوا أصلا. السؤال الثاني إنه ربنا قال زي ما قال الشيخ في جنة عرضها السماوات والأرض. طيب هي الأرض عبارة عن ذرة لا ترى تحت السماوات، فكيف يقول إنه هي عرضها السماوات وذرة تحت السماوات؟ هل يعني إنه هي عرض السماوات زائدا عرض الأرض ولا كيف؟ طيب واضح يا شكرا الله. لك ما شاء الله عليه لك مدثر، يعني يغوص في معاني دقيقة في الآيات. الوقت يأخذنا شيخنا ما بقي كثير، لكن لعلكم تأتون إلى شيء من هذه الإجابات. نعم فعلا الأسئلة تحتاج إلى شيء من البسط، ولكن بالنسبة لآيات سورة هود المعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا على الأسلوب العربي، العرب يعرفون السماوات ويعرفون الأرض، وهذا الجواب حتى ينطبق أيضا على السؤال الثاني. فهذا يعبر به عن الشيء الأبدي، لأنه في عرفهم أن الناس يفنون لكن هذا السماء تبقى وكذلك الأرض تبقى، هذا على أحد المعاني. المعنى الآخر أن السماوات ستكون باقية وستكون موجودة، يعني في سماء صحيح هي بدلت السماوات وبدلت الأرض، الله تعالى بدل الأرض غير الأرض والسماوات أيضا وهي باقية. وفي عرف العرب أن هذه المخلوقات قوية جدا وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكل من قال هذا، من قال إن هذا الشيء باقي بقاء السماوات والأرض، فإنه لا يأتي إلى باله أن هنالك فناء، بل البقاء موجود، لأن هذه الأشياء عادة تكون باقية. الجواب هو واحد، لكن هل المراد السماوات والأرض يعني ويكون ذلك على ما هو معهود عند العرب، السماوات التي في الدنيا والأرض، أم المراد التي في الآخرة وقد بدلت وهي باقية بقاء أبدية أرمدية؟ هذا في معنى السؤال الأول. أما الثاني فهو يقول يعني كيف يقول عرضها السماوات والأرض، والأرض ما هي بالنسبة للسماوات إلا ذرة أو نملة بالنسبة للسماوات؟ الجواب أن الله تعالى يخاطبهم بما يعرفون، هم يعرفون سعة الأرض وأنها واسعة، فهو يخبرهم بما يعرفون، وإلا فالسماوات والأرض بلا شك أنها أكبر ببلايين بلايين المرات بالنسبة للأرض، خاطبهم بما يعرفون. خير إن شاء الله. المخاطبة بالمحسوس لها أثر كبير في النفس، وهم يفسون بالأرض أكثر مما يفسون بالسماء، هم يمشون عليها ويزرعونها ويأتون ويحرطون، هم لم يشاهدوا الأجرام السماوية نعم. وهي أيضا الأرض على قولنا بأنها ذرة بالنسبة للسماء هي أيضا واسعة جدا. صحيح. ولو لم يكن يعني لو وعد الله تعالى الأرض فقط لأهل الجنة لكان ذلك كافيا كان عظيما. نعم الحمد لله. طيب نود الحقيقة أن نأتي إلى قرار مجمع اللغة العربية وشيء من المشاركة التي كانت لكم في مؤتمر اللغة العربية في مكة. القرار هو يتعلق بكلمة مبروك، لأن وردت إلى المجمع أسئلة عدة وفيها أيضا حث له على أن يقول القول الفصل في هذا، وفي الحقيقة كانت هنالك مشاركات كثيرة من الأعضاء وأخذ ورد وطال البحث في هذا، وأنا كنت أميل إلى شيء من يعني إلى التخفيف في هذا والجواب، لكن غلبني الجمهور في هذا الأمر وصدر القرار بأنه لا يجوز أن يستعمل لفظ مبروك في التهنئة، لا يجوز استعماله لغة طبعا.
فلا يجوز أن تقول مبروك وإنما تقول مبارك. لماذا هذا التعليل؟ نعم نعم، لو قرأنا القرار يمكن أحسن. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد فقد رأى المجمع بناء على ما ورده من الصراحات بحث حكم استنباء اللفظ مبروك من الناحية اللغوية وعرضه على أعضائه المجمعيين، وهي الصيغة الشائعة بين الناس اليوم للتهنئة ونحوها، وبعد الاطلاع على الردود ونتائج التصويت في استعمال هذه اللفظة في معنى التهنئة، فإن المجمع يرى ما يلي: أن لفظ مبروك مستعمل في اللغة لمعنى يختص به، فهو مشتق من البرك وهو الصدر، ومنه الفعل برك البعير إذا استناخ وألصق صدره بالأرض، فالبعير بارك والمكان مبروك فيه أو عليه. استعمال مبروك للتهنئة استعمال محدث غير معروف في الفصحى، أن المشهور المستعمل في التهنئة من هذه المادة هو المفاعلة أي المباركة من البركة التي هي الزيادة في الخير. وبناء على رأي جمهور المجمعيين، فإن المجمع يرى منع استعمال لفظ مبروك في معنى التهنئة واستعمال مبارك الذي تواتر استعماله في الكلام العربي الفصيح بدلا منه، ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن المجمع يجيب عن استشكال بعض الناس قول القائل: نبارك لكم كذا لعلة شرعية لا لغوية، لأن ذلك جائز لغة وشرعا كما بين في الورقة المجزة المقدمة من رئيس المجمع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. جميل جدا. نعم. حتى الآن هذه الكلمة في التهنئة، لكن لو هب أن رجلا اسمه مبروك وآخر اسمه مبارك، أيهما أثبت في اللغة العربية؟ لكل معنى، ما الذي قصده عند التسمية؟ المبروك في الأصل هو مبروك فيه أو مبارك أو مبروك عليه، فإن كانوا سموا مبروكا لأنه يعني لأن أمه بركت عليه عند الولادة، أو لأن أو أرادوا أن يتفاءلوا بالخير لكي يبرك عليه الخير وتبرك عليه النعمة تجتم عليه بحيث يكون مبروكا عليه من هذا الوجه تغطيه يعني النعمة، فهذا ممكن يعني، أو على معنى أنه يقال له مبروك على المعنى الشائع المحدث، فهذا كله ممكن. والمبارك هو الأفضل بلا شك، وهو الذي يعني هذا الاسم لا تجده عند السابقين البتة، لا تجد مبارك وعبد الله بن المبارك ونحو ذلك، لكن مبروك هذا مبروك هذا متأخر متأخر، ولو أن النية حسنة يا شيخ. طبعا النية حسنة بلا شك، خير إن شاء الله. ماذا عن مشاركتكم؟ وأنا بالنسبة لي أنا كنت أميل إلى الجواز يعني والتوسع في هذا الأمر، والمجاز يعني يمكن أن يسوغه، فلا حرج فيه، ولكن غلبني الجمهور. طيب خير إن شاء الله. يعني هو الفيصل في هذا اللغة العربية من أجل أن نصحح، يعني لا يعني لا غضب ولا غضب إن شاء الله ولا زعل في هذا الشأن. انتهى وقتنا شيخ، لم يبقى الكثير من الوقت الحقيقة. لم يبقى؟ لم يبقى، انتهى الوقت وزيد فيه شيئا قليلا. زيد فيه شيء قليل. نعم. قليل. نعم. نعم. كنت أريد أن أنوه فقط للمؤتمر. طيب. الذي طيب تفضل شيخ. تفضل. علينا بعقده في جوار البيت العتيق. وانتهى المؤتمر ولله الحمد وبثقة واطمئنان وهدوء بلا ضجيج، وانتهينا إلى توصيات عدة، أكثر من 10 توصيات تقريبا، ما شاء الله. ومنها تفعيل مبادرة إمارة مكة كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم، والعمل على ذلك وتنشيط هذا الأمر والتفاعل معه بقوة. ومنها أيضا التوصية بعقد مؤتمر اسمه مؤتمر مكة للغة العربية، يعقد في كل عام في مثل هذا الوقت الذي فرغنا منه، يعني في شهر جمادى بإذن الله. ومنها أيضا أن تكثف المجامع اللغوية من تفعيل برامجها في الشبكة العنكبوتية أسوة بمجمع اللغة العربية مجمعنا في مكة المكرمة. نعم نسأل الله التوفيق. الله آمين. جزاكم الله كل خير شيخ عبد العزيز، والكلمة الأخيرة إليكم قبل الختام، يحفظكم الله. وهل ترون أن تطرحوا سؤالا للقاء القادم، أو في هذا الأمر نظر حتى يمكن لنا أن نتبين شيئا من الأمور؟ لا ما إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. الله ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. اللهم آمين. خدمة وكتابه المبين وهذا البلد يا رب العالمين.
شكر الله لكم السادة الدكتور الشيخ عبد العزيز ابن علي الحربي رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة وأستاذ علمي القراءة والتفسير بجامعة أم القرى. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.